ازيك يا عامل ايه؟ حسوني جدا، مساء الخير. صراحة مبسوط جدا، يعني الفيديو جي تي ايه جاب 15 فيو ولسه بيزيد في يومين وانا اوفال ده. انا مستعجب، عمر ما فيديو جاب لي مشاهدات يعني الكمية دي. يعني دايما كان الفيديو قعد عليه اسبوع، يعني الناس تشوف اكتر او شهر كده. الفيديو لسه منزله من اولها، رد يا عم. الفيديو لسه نزلت تقريبا الجيم طبعا ده تبع 21 فيو تقريبا، وجيت ايه جاب 15، وفي اين او فالر تاني هو اول فيديو في الشيخ جاب كام، ولسه بيزيدوا. يعني دي احلى حاجه في حياتي، فرحاني قوي بصراحه. فانا قلت لو عجبتكم هعرفها من الفيو. يا معلم عامل ايه يا اسطى؟ حبيب يلا بينا، دوس لايك، كبس كبس لايكات، اشتراكات، سبسكرايبات، شراء، اي حاجه تمام. يلا بصوا، عرض فيديوهين جي تي اي زائد فيديوهين اينا اوف فالر على 4 ايام، فيديو كده وفيديو كده. يعني هنسجل 4 فيديوهات دلوقتي وهنزلهولكم. ده عمري ما نزلت 4 فيديوهات ورا بعض، زائد مصاريف وقت النت عليا. يلا بينا هنروح نقتل مين يا اسطى؟ يلا يا ابني يلا، بحب الاجرام ده. انا اقفل الرد عشان الغراب. حصلت لي بجد، سجلت فيديو وبعد ما نزلته كان عليه كوبي رايت، اليوتيوب عملوا لي كوبي رايت وما منزلش الفيديو ده. يعني انا نزلته محدش شافه، يعني مسحته بقى، قلت سجله تاني بسجل واحده ماسكه اللعبه كلها بصراحه. قلت لكم كام فيديو كده من ايام لو كنت انا مش لعبه نزلت، فبصت على لعبه بس مشهوره عندي فلقيت جي سي، فقلت يلا نزلها. يلا بينا، اوعى يا لي اوعى، ارمي سلاح ارمي سلاح. الكار هيلث فوق ما شاء الله، دوس دوسوا، احفظهم واحد واحد. شوفوا هنا بعد لسه عايش. حاضر يلا يلا دوس، اقتلوا اقتلوهم بسرعه. هو انت بتكلمنا ليه؟ يعني انا عمال وعيال ولا هي انا عمال اضرب فيهم اهو. دوست 2 اقتلوهم بقى خلاص. يلا بينا، وسع حيوان يا حيوان، وسع يلا يلا خش. هيبقى عندي 3 نجوم دلوقتي انا عارف. ايه سوري، هذا خطا مننا، اسف. خد يلا اقتلوه يلا خلاص. مات ولا ما ماتش بقى؟ مات اهو صح؟ طب هو في حاجة، ما انا لعبت على الكمبيوتر وعارف في نجمتين يظهروا المفروض اروح يعني اغير لون عربية. في ايه تاني؟ في حاجة، في حاجة وربنا حضرتك ماذا هناك؟ طب اعمل ايه طيب؟ اهو ربنا مفيش حد باي، مفيش حد باقي اهو، مفيش حد باقي. طب اتكلموا معايا قولوا لي طيب، حد يقول لي حاجة. الجثة اختفت ما شاء الله، يعني ما مش عارف حد يقول لي حاجة، حد يفهمني، حد يعرفني. انا قتلتهم هنا من هنا، طلعت هنا مش هنا، حد بقى هنا طيب؟ مفيش حد، مفيش حد والله. بس عيال، طب انا هروح على حسب ما انا فاكر المهم بقى، معرفش عشان معرفش هو في ايه بصراحة. مال ازاي بالعربية؟
اعمل ايه؟ طيب طيب يلا نغير اللون ونخلص بقى عشان نشوف. ان وسع يا ليل، وسع وسع وسع. ان اي سوري. وده اروح على البيت صح؟ طب وده انا عارف حاجة. طب هو ايه اللي حصل؟ طيب اللعبة ايه علقت؟ انا هوصل البيت واشوف. مين يا عم وسع بقى مش ناقص. البس في اي حاجة قدام. طب بصوا انا هعيد المهمة بس عشان الفيديو ما يتواش على الفاضي، وبعدين هشوف ايه المشكلة. وانا عدتها تاني بس معرفش ايه المشكلة، فيارب نعلق في الموضوع ده بقى. اقتلوا يلا. يلا يلا انا معاك بس المهم انا بتعلق يعني. طب ايه؟ يلا بينا اخر واحد. ايوه اهي حصل حصل. الحقوني الحقوني شيك بوينت سيف والله. يعني قطة فلفل يا غري يا غري حيوان مظبوطة حيوان. وسع يالا وسع يالا. بسرعة بسرعة. في واحد تاني. اوعى اوعى يا معلم. يا غري يا غري. يعني اللي هي سلسلة جي تي العريقة يعني بس اغير لون العربية ده كده توما شاف معايا ان شاء الله. يا ظبوطة. لا لا بياخد مني فلوس بياخد مني فلوس صح. لا 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 الحمد لله. يلا بسرعة بقى اول مهمة خلصت كده الحمد لله. I'm shocked you ain't get us killed, CJ. Let me check myself. Am I dead? Hey, Carl, what's that? What's that? Hey, I gotta meet some very important. Did I have to stop? It's Kenny Foster, the Chaos. Need for his beat. Are you filming guys? You're down with the Grove and the Ballers know it. So watch yourself for now on, CJ. Yeah, for sure. Yeah, you know that. I'll see y'all later. Here, take this. Go get yourself some beers. تمام نخش تاني. ده بقى معايا 900 وش سويت سموك. المهمه دي خد اروح انقذهم وادرب العيال. انا جيمس بوند بقى. مش اي عربيه هنا. عربيه يا جيزم. عربيه بسرعه. بص يا معلش يا كابتن محتاج عربيتك ضروري. صح بيبي يموت. هو هذا بسرعة بس رب الحق يا رب الحق. استنى سوي جاي لك يا اخويا جاي لك يا صاحبي. سويت يا اخويا جاي لك. اجمد يا صاحبي اجمد. يلا العربية البطيئة دي وسع يالا. بشوف بشوف بشوف. طب المشكلة انا مش عارف هضربهم ازاي والله لحد دلوقتي. نن ارمي بسرعة 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 بسرعة. مش عارف حاجة. طب ما لعبتش اللعبة دي؟ أعمل إيه طيب؟ طب إزاي أخليه يوطي تحت؟
عايز اوطي وانا عايز اوطي انا كابتن انا كابتن ده احوال طبعا انا كده اللي بتضرب لا بص انا هجيب عربية ادوسكوا بيها اسهلي اسهلي بربنا عشان انا كده طلع كمان وهموت اقف يلا حلو السباق ده طب حلو طب اي حد اي حد يقف بص عيالك طب اقف انت عم القلب ماشي هو اهو واد اهو انا معدها بالعافيه بس هو بصراحة بعيد يعني عشان ما اكدبش في الكمبيوتر كنت بستعمل شفرة طالع ما يخلص وان انا ما اموتش دي طب بيموت ازاي انا مش عارف هموت واعرف تمام طب بيموت ازاي تحت اكيد الرسمه دي فيها حاجه اي حاجه طيب اعرف بيوطي ازاي واحد ابوك طب السيتنج استنى كنترول كنترول مش حاجه يوطي ازاي يوطي مش عارف حاجه هات العربية طب هكتشفها هكتشفها مع نفسي بيوطي ازاي يلا يلا اقول لك انا هو الطريق ده اسهل بصراحة على البيت على طول يس يا حيوان انت فين مش ناقصك بص عيالك بص اضرب اديله بالجزم طب انا هخش شمال الشمال الجاي بقى معلش مع نفسك انت بقى فين الدخلة ده انت تاكسي بقى عارف صحيح هتضرب بالنار انا طب ليه كده عيب عيب حبيبي يا اسطى جدع والله الواد ده ريسبكت زاد طب اخليه يوطي ازاي هموت واعرف لا مش عايز طال انا مش عايز طال وقال يسحب حاجه لتحت كده مش عارف ايوه يا عم خلاص بقى الجيم الجيم خلاص طب نخش نسجل عشان نمني من الهيلث برضه بالمرة بص هو انا لو مارستها مهمتين كل حلقة مش اللعبة دي مش هتخلص النهاردة اللعبة دي هتخلص في 40 حلقة كده والله 900 دولار بس هموت واعرف بيوطي ازاي مش هعرف ابدا ادوسهم يعني في مهمات اصعب من كده بكتير والله سرقت البيت بكره المهمة دي هي واللي هي في الجيش دي برضه بروح اسلم عم عمي سامن في الجيش بس عيب لا بسرعة بسرعة لازم اوصل سريعا عشان ما تقفش بص على الحيوان انت بتزمر لي ليه هادي عدي بقى انا مستعجل والله مستعجل طب مفيش يعني كيبورد هنا اكتب الشفرة طيب بتبقى تحت الدم برضه
يعني هي دي بس اللي انا عاوزها. دي شفرة كنت بستعملها، شفرة تجميد الدم وشفرة ال يعني الطلق مهما تضرب فيه ما حصلوش حاجة. بقى موست سايلنت دبل تاب تو لور ليفت كورنر اوف ذا سكرين. والله انا هحط الحلقة كده سيكا سيكا سيكا. هيصحى هيصحى بسرعة بالراحة، بخاف من المهمة دي أوي بصراحة، أعصابي بتجمد كده بسرعة. خلاص لسه في ثلاثة تانيين، هتطور حاجة ما انت قاعد فوق برنس. سيكا سيكا بالراحة، لسه في 6 دقايق بالراحة فيه، عشان لو صحي هنتنفخ كلنا. ده معاش هتجنن، انت بتشخر ولا بتغني؟ راحة راحة. لا 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 اسف يا عم، محدش يقلق نومك قدام حلم حلم. لما الشمس تروح يجي بدلها النوم. ما تدعم الجزمة بقى، لا خد الباقي. طب والله كنت بمشي عادي. دي اخر واحدة، دي قطري. هو اول ما يقول لي ينفع تمشي همشي على طول. ينفع مش كده كمان كده بالراحة، عشان اللي هي الحركة دي موبايل فيها اسهل من الكمبيوتر. بطل الطلاقة دي في صحيح. ايه يا عم ده مدفعية الطيران ليه؟ كنت بتحفل حمل العربية التانية ولا ايه؟ ده حد مضاد الطيران هنا عنده تاني؟ يا عم مش لازم احرق لك اوي. يلا اقدر خلاص كده او اجيب تاني، بس انا بلاش توتر دلوقتي، زهقت من التوتر كده كده. المهم انا اتحرك تكفي بقى، يلا بينا. وسط الحيوان هما بيتكلم. وانا قلبي جيب اني بتفرج على فيلم رعب. كنت بعمل كده، كنت بتفرج على فيلم اسمه ايه ده؟ انابيلا تقريبا، وانا صغير كنت لسه، او اللي هي هو كان كانت هي يعني بتمشي على رجليها الاربعه، عشان مش فاكر اسم الفيلم، وبتعمل دماغها لورا عادي، ولا في كان في عظم ممكن يتكسر او في اي حاجه، مش فاكر اسم الفيلم. وانا صغير وانا بتفرج عليه كنت بترعب، اخش تحت البطانيه كده، كنت طفل بيخاف شويه. لكن دلوقتي بقى يعني بتفرج على افلام زومبي وحاجات حلوه عادي، اقدر اسرق بعد كده عادي اي بيت، ويبقى معايا العربيه يعني اللي احنا سرقنا بيها دي. نرجع البيت بقى نسيف وخلاص كده. يو نيد تو جيت تمام يا عم، فهمت خلاص بقى زهقنيش. Okay, look, I'm tired. I'll see you later. Bye bye. All right, Holmes. Just think about what I said. Well,
انا عايز اعرف يعني فهمت كده. طبعا كنت عرفتوني من زمان. معلش تعرف حاجة؟ يا عم مش عايز مش عايز العربية معفنة دي يا ابني. ما يا زبوطة اجري ورا امه وسيبني سيبني انا مع الراجل ده. انا هخلص عليه انتوا انتوا بس وانا خلاص. تعالى تعالى يا ايه ده انا خدت نجمة وربنا. كنت عايز الغي الرسمة دي بس في ايه؟ في ايه يا حيوانات؟ ما بتعرفوش تسوقوا ليه؟ وسع يالك وسع يالك. انا حشرت في النص وسع. ايه ده؟ اجري 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 يا مجدي مجدي وسع مجدي وسع مجدي وسع يالك. يلا بينا جين فيز. لا مش كده دوس. انا بكره المفروض دي المنطقة بتاعتي. هم موجودين هنا ليه؟ حط العربية في الجراج دي حلوة والله وسريعة كمان. حطها في الجراج لما هو فاضي كده بيهو يعني اي حاجة. يلا مش كده مش كده استنى هنا بس. طيب كده كيف هذا كيف هي ابقى اسجل لكم نكمل في الفيديو التاني بقى. تمام اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب شير. ماشي يلا سلام.